أعزائي المشاهدين الكرام، مرة أخرى نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ أدور حشوة، الكاتب والسياسي والباحث والمحامي كبير المستشارين في اللجنة الدستورية للمعارضة السورية الحالية. حياك الله أستاذ أدور. أهلا أهلا بكم، الله يعطيكم محاولات العافية. الوحدة بين العراق وسوريا آخرها كانت أعتقد عام 77، هناك محاولة للوحدة يعني إحياء الجبهة الشمالية، تم الاتفاق على أن يعني تكون الوحدة اندماجية بين القطر السوري والقطر العراقي، ويتولى حافظ الأسد رئاسة دولة الوحدة ونائبه أحمد حسن البكر، وشيع حينها أن الرئيس صدام حسين يعني وجد نفسه بلا مقعد سياسي أو إداري في هذه الوحدة الاندماجية، وبعد أن استلم الحكم عام 79 حصلت ما سميت بالمؤامرة الخيانية، وتم إعدام أكثر من يعني 40 إلى 50 كادر من أعضاء القيادة والكوادر المتقدمة في الحزب. أنتم في الحركة الاشتراكية العربية في سوريا، ما هي تصوراتكم معلوماتكم عن كل اللي حصل وجرى خلال هذا الحدث بالذات؟ نعم نعم، الادعاء الوحدة، كان الرئيس أحمد حسن بكر صادقا ومتمنيا لها. نعم. لم يكن عنده أي خلفيات، كان يعتبر سوريا والعراق إنجاز هام، خاصة أنه حزب واحد يحكم البلدين يجعل من وحدتهما ما يمنع في المستقبل من أي انفصال بينهما. المشكلة ليست في صدام حسين، المشكلة الأساسية هي في حافظ الأسد. نعم. حافظ الأسد وقت اللي كان عم يفاوض، هو بالأساس كان أنجز هو صلاح جديد إقامة حكم عسكري بجزر طائفي. الخلاف بين حافظ الأسد وصلاح جديد ما كان على الحزب، كان على من يقود النظام العسكري بجزر طائفي. فهو يعني وقت اللي صارت الوحدة، نحن بالبداية وقت اللي أعلن عنها استقبلناها بترحاب كبير، ترحاب كبير لأنها ستخلصنا من نظام عسكري بجزر طائفي سوف يؤدي في المستقبل إلى حرب أهلية. وكنا دائما مع حافظ الأسد، يوجد كان فريق من الاشتراكيين ومن البعثيين يرون أنه يمكن إصلاح هذه الصيغة، حكم عسكري وجزر طائفي، إصلاحها بالتدخل فيها، ولكن الحقيقة ما حد يقدر يتدخل فيها لأن هذا هو وضع، لا يستطيع حافظ الأسد أن يوقع وحدة مع العراق، ما كان يريدها دعاية، إلا دعاية. أما ما حدث في العراق من تصفيات منسوبة إلى مؤامرة لعبد الحليم خدام ما صحيحة، وأنا سألته لعبد الحليم ولا وارد، ولا أنا من هو بيعتبر حاله عبد الحليم أنه ما هو أهل ويقدر يحكي بهالمواضيع ولا تسلم له، لأنه مثل هذه الأمور تقوم بها المخابرات، يعني ما أنا متصل، بس يعني كان يعرف ناس من العراقيين من السابق، يعني ما في يوجد مؤامرة ولا شيء، في نظام عسكري، في حكم
حكم في خلافات منعت انجاز هذه الوحده، لانه لا العراق جاهز لها ومتفق عليها بالداخل، ولا سوريا بدها اياها. ما بدها ما بالوحده مع مصر، اعاده الوحده مع مصر كلها ما بدها اياها. وهي كانت يعني سهله كثير، كانت بعد انقلاب ماني ادار اللي اعتبر اعاده الوحده شعار ما طبق ابدا. كانت مهمتهم ب 8 اذار يطفشوا عبد الناصر من الوحده، بس هن بدهم يحكموا، وحكموا هنين وحولوا الحكم الى حكم عسكري بجزر طائفي، والباعث والجبهه الوطنيه التقدميه وكل هالفبركات كلها كليشات ما لها اي معنى. المهم الحكم العسكري بجزر طائفي، وهذا هو السبب. أنا ما بقول إنه السبب من العراق، السبب من سوريا. أستاذ أدور، يعني الناس في ذمة الله، حافظ أسد وصدام حسين والبكر وعبد الحليم خدام، تعتبر أنت كشاهد يعني على العصر في لهذه الحقب المختلفة اللي مرت بتاريخ العراق وسوريا، يعني باختصار من المسؤول عن فشل الوحدة بين العراق وسوريا؟ النظام السوري أم النظام العراقي؟ حافظ الأسد أم صدام حسين؟ نعم، يعني النيات ما أنا سليمة. أنا بعتقد أنه حافظ أسد هو السبب، ما بده وحدة. يعني على ماذا تبني اعتقادك؟ لا مع العراق ولا مع مصر، ما بده وحدة. كلهم بدهم يحكموا هنين، وعندهم صيغة جاهزة. نعم. يعني أنا بتذكر انه وقت اللي ساوى انقلابه حافظ الاسد على صلاح جديد، العالم ظنوا انه يعني جاي حريه الشعب وكرامته. مو صحيح الحكي هذا ابدا، مو صحيح، كله مو صحيح. هو بده يحكم اساسا. اجى اللواء محمد عمران، موجوده يعني وانا بعرفها هي، راح قال عند حافظ اسد قال له لا تحكم مباشره، انت خليك على نظام البرادي، يعني نحكم نحن من خلف البرادي، بس انت ما تطرح حالك انت حاكم منفرد. شو قال له حافظ اسد؟ قال له روح، انت ما بتفهم، انا بخمس زعران بحكم سوريا حتى اموت. وهذا صار. يعني انا ما بعتقد ابدا انه المسؤول هو العراق، بس العراق في صراعات بالداخل العراقي استغل صدام هالقصة وجرى تصفية أعضاء قيادة، يعني ما بشكل ما نحن ما تقبلنا. يعني اغتيال 40 واحد مباشرة بدون محاكمة، بدون يعني أنت بصفتك كرجل قانوني، يعني هذه من المحاكمات حزبية، كانت محاكم خاصة رأسا نعيم حداد وعدد من اعضاء القياده القطريه. يعني شو حداد بعرفه، هلا هو خرج انه يحل ويربط. هاي كان في تصفيات، تصير تصفيات بعد، ممكن بعدين يقولوا صار في محاكمه. هذا يعني الملف يعني يعتبر خط احمر وخطير، وكل ما واحد راد يفتحه يلج به يواجه ب يعني ممنوعات و انتقادات بأنه لا ما وقتها ولا تنبشون التاريخ. هل أن التاريخ ملك لأحد يعني لكي يتم عدم تناوله من قبل المؤرخين؟ لا أبدا، في أخطاء كثير لازم تعرفها الأجيال حتى ما تتكرر، على أقل تقدير. يعني هل عندك في المجزرة اللي صارت داخل القصر تبع أحمد حسن البكر، 30 40 واحد جابون على أساس يقابلوا أحمد حسن البكر، قتلوهم كلهم. قالوا لهم اللي بيطلع من هالباب بيعترف، يطلع من هالباب، بيطلع من هالباب بيطلع من هالباب. اللي طلعوا من هون ومن هون رشوهم كلهم قتلوهم. بقي واحد من بيت السامرائي مربوط بالكرسي بإيه، هذا نزل أحمد حسن البكر أنقذه وأخذه وحطه وقفل الباب عليه. وكانت النتيجة أنه أعلنوا أنه في محاكمة وحكمناهم،
وطلع واحد براءه هو تبع الكرسي. يعني في شيء في غلط، ما بتصير نحن نقول انه في نواحي ايجابيه نقول ايجابيه، بالغلط بدنا نقول غلط. يعني هيك تصفيات غير معقوله، يعني لانه نحن بنريد انه يصير في مجتمع في ديمقراطيه وفي قضاء وفصل السلطات. يعني اللي بيكون عنده هالفكر هذا الديمقراطي وفصل السلطات والمحاكمه العادله ما بيقبل التصفيات. يعني هاي التصفيات اجت مع حزب البعث والحزب الشيوعي. هلا بالعراق اجى الحزب الشيوعي والحزب البعث، اثنيناتهم عندهم افكار عنيفه جدا، واسسوا للنذابه والسحل، وهذول نفسهم بسوريا نفس الطريقه. ما بيتقبلوا وجود راي اخر، بيعتقدوا انه هن عندهم الحقيقه الكامله وغيرهم يستباحوا ممكن قتلهم وتصفيتهم. والخطير انه انتقلت هي الروح التصفيه للخلافات من الغير الى داخل هذه الاحزاب. كل الاحزاب العنيفه العقائديه العنيفه انقسمت على بعضها واقتتلت وشظت وانقسمت وتاكل بعضها بعض، الأحزاب تأكل أبنائها أو القيادات هذه تأكل أبنائها. نعم 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 فعلا 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 مؤسف. خلينا نعود إلى تاريخ الحركة الاشتراكية العربية، الفكرة والتأسيس الانطلاق، ما الذي حققته سواء يعني قطريا في سوريا وعربيا في أقطار الوطن العربي، باعتبارك أنت أحد المؤسسين أو قادة الحركة الاشتراكية العربية. نعم. يعني أنا بختصر لك إياها. مرة دعونا لمدينة طرابلس الحزب الشيوعي المؤتمر للأحزاب اليسار العربي. قلت أنا بدي أحكي. قلت لهم التيارات الدينية المعاصرة اللي أنتوا وراء هالمؤتمر، يعني في بحث هذا الموضوع، أنا بقول لكم إنه التيارات الدينية المعاصرة سببها هي أحزاب اليسار. أحزاب اليسار من بعثية وشيوعية اللي هي، والدول التي تنسب نفسها إلى هذه الأحزاب استعمالا للعنف والأحكام العرفية والتصفيات، هي اللي عطت المبرر لنمو التيارات الدينية المعاصرة. فإذا اليسار العربي ما بده يصلح نفسه باتجاه يفتح مساحات من الحريات، ما معقول مثلا سوريا فيها بلد فيها 67 سنة من الحكم العرفي، 67 سنة من الحكم العرفي، في 6 سنوات من تاريخ سوريا كان فيها حكم ديمقراطي المقتضي اجتاحت الانقلابات. يعني بلد فيها 67 سنة من الأحكام العرفية، وبتسألوا ليش الناس لحقت الدين والأحزاب الدينية ما يعني ما أو انفجرت أو انفجرت، لا تسألوا. فإذا كان اليسار العربي ما بيصلح نفسه باتجاه احترام الحريات والديمقراطية، عليه أن ينتظر مشانق اليمين الديني. اليمين الديني هو صناعة صنعتها أحزاب اليسار، وهي مسؤولة عن 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 هذه التيارات الدينية المعاصرة. يعني الحركات الديمقراطية الأحزاب الثورية تؤمن يعني بالأفكار المقابلة بالعمل مع الأحزاب الأخرى، خاصة إذا كان هناك تعددية بالمجتمع من يعني قوميات ومن ديانات ومن أعراق وطوائف. الفكر القومي خاصة الحركة الاشتراكية العربية والقوميين العرب سواء في سوريا أو العراق يلتقون، يعني اكو شبه كبير نقاط التقاط بينهم وبين البعثيين تقريبا، يعني نفس الفكره. ليش تم التنكيل
القوميين العرب والحركه الاشتراكيه العربيه، وانا متابع يعني جيد لما حصل للباحثين في القوميين العرب في العراق والتنكيل بهم واعتقالاتهم، وقسم منهم حكموا بالاعدام، وقسم منهم غيبوا، وقسم منهم هربوا الى مصر. كذلك في سوريا، شنو السبب هذا اللي خلى الباحثين في سوريا بالذات كسوري ينكلون بالقوميين العرب والحركة الاشتراكية العربية؟ نعم. نعم. أي بلد في تعدديات دينية سواء طائفية أو دينية أو عنصرية، ما في صيغة قابلة للحياة غير ديمقراطية. ليش؟ بالديمقراطية كل هالتعدديات تأخذ حقوقها من صناديق الاقتراع، ما بتأخذها من البنادق ولا من تزوير الانتخابات ولا تزوير الانتخابات. الأحزاب العقائدية درست منتسبينها على أن عندهم الحقيقة الكاملة وغيرهم مع الاستعمار مع الرجعية مع هذا التدريس الغلط. يجب إعادة التربية السياسية بالأحزاب، أنه يدرس العضو الحزبي أنه يفهم أنه كل حزب بهالبلد بيعبر عن حقيقة موجودة. ممكن يقول أنه عندنا نحن الحقيقة الأكثر، ولكن ما بصير تقول له أنه نحن عندنا الحقيقة المطلقة والآخر بالاستعمار، لأنك بتكون أنت عم تحوله لفاشيست. هذا يعني حتى تحترم تعمل ديمقراطية وتقبل الحوار لازم تربي أحزاب سياسية تحترم التعدد بالأفكار والتعدد الموجود بالبلد. بلد تعدديات بالبلد بتحلها صناديق الاقتراع، والتعدديات الفكرية لازم هي مهمة الأحزاب، هي بدها تنمي العضو الحزبي يفهم أنه هو ما عنده الحقيقة الكاملة، هو عنده الحقيقة الأكثر بجوز. أما إذا دخلت بعقله أنه هو عنده الحقيقة المطلقة بتحوله إلى مجرم وإلى فاشست. شنو مخاطر الأحزاب الدينية في المجتمعات التعددية يعني من وجهة نظرك؟ يعني الأحزاب الدينية الأحزاب الدينية تعبر عن شريحة موجودة وإلى فشل، بس هذا ما بيمنعها أبدا أن تشارك بالحياة السياسية بشروط أنه تنفذ العنف، تقبل بتداول السلطة كمان. ما بدك تجي تقول الحزب الديني هو يحول يصير مثل الأحزاب الثانية فاشي يقتل الآخرين وينبغ الحقيقة الكاملة وكل شيء بخالف ويا كافر يا لا. هلا عندك تجربة أيام انفصال جارك مشارك الإخوان المسلمين في الحكم بوزير من آل الطويل من العدئية، وكانوا يعني كتيار ما كان عنيف. العنف إجا للإخوان المسلمين من مجموعة الطليعة اللي ارتكبت أعمال عنيفة ما هي مبررة. وقت اللي بيقرروا الإخوان المسلمين إنه ينزلوا العنف ويقبلوا بتبادل السلطة، ما بعتقد إنه ما بيكون لهم دور أو في حد بيرفضون. وبعدين بيقدروا ياخذوا حقوقهم من صناديق الاقتراع. يعني ماني من أنصار طمعون، نعم، بس فرض الاعتدال عليهم حتى تنسجم بالبلد. أما والله كل حزب سواء كان ديني أو غير ديني ما بيعجبني بدي أقمعه، هي ما حياة وما بتأدي لأخير البلد. والإخوان المسلمين حاليا بسبب وجود تيارات دينية لا يمكن احتمالها، هن أفضل تيارات موجودة حاليا. إذا ابتعدوا عن العنف وقبلوا العمل السياسي، هن أفضل تيارات القابلة للعمل السياسي. وما بعتقد أنه في تيار منهم قوي كتير
أيام الوقت كان المرشد لسوريا النبواني بن حلب، وقت اللي مات حافظ الأسد جانا منهم عرض للمصالحة بسوريا، حملوا إلي منصور الأطرش إنه هن إخوان مسلمين لا يعتبرون بشار الأسد مسؤول عن الماضي، وينبذون العنف، مستعدون للعمل السياسي، ويطالبون بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء القانون 49. نحن كان مطلوب مننا أن نعرف يعني رأينا، يعني نحن وافقنا بسرعة عليه، تأملنا أنه هذا يكون بوابة للمصالحة عن الماضي، مصالحة عن الماضي، وهدفنا الأساسي ما بس أنه مصالحة مع بشار الأسد، لا، منع حدوث حرب أهلية مثل اللي حصلت بعدين. بس بشار الأسد رفض المصالحة على هذا الأساس، ولو قبلها كنا ما لنا بحاجة لها الحرب الأهلية وتدمير البلد وتهجير السكان. يعني كانت نفسه خلاص، وكان موقف واعي من الأخوان. يعني بماذا تختلف سياسة الابن عن الأب؟ لا، هو ورث دولة ودستور على مقاس أبوه، ما على مقاسه هو، صار فضفاض كتير عليه. هذا في فرق كتير. حافظ أسد كان قائد يعني، وعنده حكمة، عنده حكمة، بيعرف شو بده. طيب أستاذ أدوار، الحكمة هذه هل تؤدي بالحاكم إلى أن يجتاح مدن وينكل بأهلها؟ نأخذ مثالا ما حصل عام 83 على ما أعتقد من القرن الماضي في حمص وحماة وحلب من مجازر. أريد تحدثنا لماذا حصل الذي حصل في حمص وحماة وحلب بشكل يعني مفصل حتى نعرف هذا الآن؟ نفسي ما أعرف ليش. نعم، بحماة كانت المخابرات وصل أخبار عن وصول أسلحة من العراق، نعم، وإنه وصلت لحماة، فجهزوا 150 عنصر من المخابرات وقوات الجيش، يعني اقتحمت حي الباردية، كان في مركز الإخوان، قيادة الإخوان، هو حي في أزقة يعني ما نوع من قديم يعني، فبشيت تبين أنه كل الأسطحة هذا اللي بيوصل لمركز القيادة محروس من الأسطحة، تم إبادة 150 واحد مباشرة. نعم. على أثرات طلعت الهتافات بالجوامع والبلد، وصار في اغتيالات فردية، وأمر الجيش بأنه يقصف المدينة. عندي نسخة من البرقية اللي برفعت الأسد بيقول لهم فيها، إذا ممكن أرسل لنا إياها حتى ننشرها إذا موجودة صورة ضوئية. أنه قال له لرئيس اللواء اللي معسكر بمدخل حماة، لا أريد أن أرى أي بناء واقف. هذا الأمر العسكري اللي صدر، وصار في راح فيها في 20,000. أنا اللي أحد قاتل الإخوان اللي لا أكثر، 20,000 تهدمت. بعد ما تهدمت توقف القتال بعد 11 يوم، يعني صارت مواجهات بين السلطة وبين الإخوان المسلمين المسلحين. هن كلهم عددهم هذول اللي كانوا هن 300 واحد. نعم. قتل 30,000. ما حتى قسم منهم هرب سباحة بالعاصي لأن حاصروا المدينة.
حافظ أسد صحيح انه ضربه، بس كان معتمد على تغطية، هو كان حليف مصر والسعودية، هذول عملوا له التغطية مرة أقولوا إياها، ولا هي وحشية تماما، هي وفي وحشية حلب تماما. أيضا كررت نفس الحالة كما في حماة. لا لا، بعدها هو اتخذ قرارات على صعيد الجيش، حول كل الجيش وقيادات الفرق والكتائب وهي كلها الى علويين. تطويف الجيش بكامله، هو كان مطوف القيادات بس الرئيسيه كان حاططهم من جماعته. بعد احداث حماه اعتبر هي كانت سبب في تطويف كل قطعات الجيش، ما في ولا قطعه الا هي يكون فيها طائفيين. طوف، بس هو اعتمد بالدرجة الأولى على تمرير الجريمة على تحالفه مع مصر والسعودية، غطوا له هالجريمة. ابنه اجا على مستلم يعني نظام قائم بذاته كامل، بس هو ابنه ارتكب خطأ وانه طوف الاقتصاد، سلم الاقتصاد لجماعته رامي مخلوف وعائلات العائلات هي طوف اللي صارت البلد كلها مطوفة، تربت من الحرب الأهلية، صار انفجار. هذا كنا نحن خايفين منه كثير ومتوقعينه، كان بدنا إصلاح طالعنا من هالخوف هذا. يعني هذا الفعل أدى إلى عملية كسر عظم وانفصال بين الشعب وبين النظام. راح أتناول في الحلقة القادمة مع جنابك لأنك الكريم. فيما يتعلق نعم، بحمد، الوقت أدركنا أستاذ، تحب بدقيقة واحدة؟ فيما يتعلق بحماة، أنا أرسل لي حافظ الأسد أحد ضباطه يسألني سؤال واحد، نعم، شو موقفكم وما هو الحل؟ موقفكم من أحداث حماة؟ كان جوابنا أنه نحن يعني ما نستنكر العنف الشديد غير واقعي، يعني أكثر من حجم المشكلة. ثانيا هدمتوا جميع الكنائس وجميع جميع الجوامع، بتعمروها بتعوضوا على الناس، بتطلقوا سراح المعتقلين، بس في عندكم انتم جريمة ما بنقبلها ابدا ابدا، وهي انكم طالعتوا الناس على الحيطان اللي بمناطق ما فيها عصيان ولا في قتال فيها وعدمتوها. هاي الجريمة لا تغتفر ولازم يتحكم الضباط اللي قاموا فيها. يعني الحكام في الأنظمة الدكتاتورية، خاصة الأنظمة العربية الشمولية، كرسي الحاكم مهم جدا ومقدس وخط أحمر وممنوع التقرب منه، الشعب يروح فدوة وكبش فداء من أجل كرسي الحاكم وحاشيته. شكرا جزيلا أستاذ أدور، تواصل مع حضرتك في حلقة أخرى حول تاريخك النضالي منذ شبابك وتعرضك إلى الاعتقالات. يجب أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. أهلا ألتقيك وسهلا، والتقي المشاهدين الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.